كل هذه الأسئلة ومحاور أخرى نناقشها مشاهدينا مع ضيفنا في عبر الأقمار الصناعية العقيد الركن حاتم الفلاحي الخبير الاستراتيجي والأمني والعسكري. أهلا بكم سيادة العقيد، كيف انقضى عام 2017 أمنيا في العراق برأيك؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. مساء النور. أنا أعتقد بأنه عام 2017 هو استمرار للمسلسل التفجيرات الذي بدأ منذ عام 2003 وإلى اليوم، وبالتالي أعتقد بأن الدولة حقيقة أو الحكومة العراقية هي عاجزة عن إيقاف هذا المسلسل الذي طال الأبرياء على طوال السنين التي مضت. أنا أعتقد بأنه هناك خلل كبير جدا في بناء مؤسسات الأجهزة الأمنية العائدة للدولة بأسباب كثيرة جدا. أولا بأن المحتل عندما دخل قام بحل الأجهزة الأمنية، وبعد أن قام بحل هذه الأجهزة الأمنية قام بإعادة بناء هذه الأجهزة على أسس محاصصة طائفية مقيتة. هذه الأسس أدت إلى دمار كبير جدا في هذه الأجهزة، لأنه مسألة الحرفية في اتباع الإجراءات الصحيحة في التعامل مع المعلومة الاستخباراتية غير موجودة بشكل كامل. والدليل على هذا بأنه العراق من سيء إلى أسوأ طوال الفترة الماضية. إضافة إلى هذا بأنه الأمن، أنا أعتقد بأنه في العراق هو قضية سياسية بامتياز، وكثير من التفجيرات إذا ما أجئنا إليها نرى بأن هناك دوافع سياسية استخدمت لأغراض مثل لقيام بمثل هذه التفجيرات. وبالتالي نحن نتكلم عن دوامة حقيقة كبيرة جدا يمر فيها العراق منذ عام 2003 وإلى عام 2017. أنا أعتقد بأن الأجهزة خلال الفترة السابقة، لا يمكن أن نتكلم عن بناء أجهزة الدولة وبناء مؤسسات دولة، وإنما نتكلم عن صراع يدور في العراق نتيجة فتح أبواب وحدود العراق للصراع النفوذي والنفوذ الإقليمي والدولي في المنطقة. وبالتالي هناك كثير من الأطراف تحاول أن تجر العراق إلى مشروع طائفي في المنطقة، وتحاول أن تدفع كثير من الميليشيات وكثير من الأجهزة للتحكم في القضية الأمنية في العراق. وبالتالي خلال السنوات الماضية سيادة العقيد، ألم يكن بالإمكان بناء نظام أمني بعيدا عن أي محاصصات سياسية أو بعيدا عن الملف السياسي بشكل كامل حتى يأمن المدنيون؟ يعني الحصيلة الأكبر في عام 2017 كانت من المدنيين، يعني قتلى مدنيين بشكل كبير جدا. إلى ماذا نرجع أو ترجع تزايد أعداد الضحايا هذا العام؟ نعم، لا شك أن مسألة بناء أجهزة الدولة وفق أسس صحيحة كان غير ممكن بشكل كبير جدا، لأن الطرف الذي يتحكم في بناء هذه الأجهزة هو الاحتلال، وبالتالي الاحتلال لا يريد أن تكون هناك دولة قوية في العراق، يريد أن تبقى هذه الدولة ضعيفة. لكي تبقى هذه الدولة هي بحاجة إلى الخارج، بحاجة إلى قوات أجنبية لغرض تقديم الحماية وتقديم المشورة وما إلى ذلك من أمور. وبالتالي لم يتم بناء هذه الأجهزة بطريقة صحيحة، وإنما أدخل مبدأ المحاصصة الطائفية، بحيث أن كثير من هذه الأجهزة يجب أن تكون النسبة للشيعة كذا ونسبة الأكراد كذا ونسبة السنة كذا. وبذلك أصبحت هذه المحاصصة أيضا هناك محاصصة أخرى ضمن الطائفة الواحدة، وهذه الطائفة مثلا المنصب الفلاني يعود إلى الحزب الفلاني، وبالتالي يتقدم أشخاص غير قادرين على إدارة هذه الأجهزة، ليست لديهم خبرة في مسألة العمل الاستخباراتي والعمل الأمني، تصدروا المشهد وقاموا بقيادة هذه الأجهزة، مما أدى إلى فشل كبير جدا. فلو تكلمنا عن وزارة الداخلية نتكلم نحن عن مضمد كان يعمل في 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 الصحة، هو الذي يقوم بإدارة مثلا وزارة الداخلية عدنان الأسدي، وهو شخصية معروفة لدى العراقيين بتاريخ هذا الشخص. إذا نحن نتكلم عن أشخاص ليس لهم دراية بالعمل الأمني، ليست لديهم إمكانيات قيادية واضحة تستطيع أن تدير عمل مؤسسات كبيرة جدا كوزارات مثل وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو وزارة الأمن القومي وما إلى ذلك. نحن نتكلم عن أجهزة حقيقة بنيت على أسس خاطئة وسلمت إلى قيادات غير مؤهلة للقيام بالعمل الأمني والاستخباري، وبالتالي فشلت هذه الأجهزة في المحافظة على أرواح المواطنين في الفترة السابقة. أنا أعتقد بأن التفجيرات التي تحصل في العراق هي مسلسل مستمر لفترة طويلة منذ عام 2003 إلى عام 2017. فشلت الحكومة في المحافظة على أمن المواطن، فشلت في المحافظة على منشآت الدولة وكيان الدولة، وبالتالي أصبح المواطن يدفع ضريبة كبيرة جدا نتيجة الفشل الأمني والاستخباراتي، نتيجة فشل الدولة في بناء هذه الأجهزة بطريقة صحيحة وبصورة صحيحة. سيادة العقيد، هناك من يقول بأن ميليشيا الحشد كان لها النصيب الأكبر في
عملية تخريب الوضع الأمني في العراق، إلى أي حد أنت مع هذه المقولة من المراقبين؟ نعم، أنا أعتقد أنهم ميليشيا الحشد الشعبي هي واحدة من الأجندات الخارجية التي لا تمت إلى الدولة بصلة. هذه الميليشيات أولاً ترتبط بالخارج بشكل كبير جداً، تنفذ أجندة تابعة لإيران، وهناك تصريحات واضحة لمسؤولين إيرانيين، وهناك تصريحات لقادة هذه الميليشيات يقولون بأننا نأتمر بأمرة الولي الفقيه في إيران، وبالتالي هم ينفذون أجندة خارجية ضمن مشروع متكامل للمنطقة يشمل العراق ويشمل سوريا ويشمل لبنان ويشمل اليمن والبحرين والكويت والسعودية. إذن نحن نتكلم عن مشروع متكامل، هذا المشروع فيه أدوات، هذه الأدوات جزء منها هي ميليشيات الحشد الشعبي المتواجدة في العراق. هذه الميليشيات رسم لكي تكون على غرار حزب الله في لبنان، هذه الميليشيات سلحت ودربت وجهزت وقدم لها الدعم الأمني والاستخباراتي واللوجستي من قبل إيران بشكل كبير جدا، وعلى مرأى ومسمع من القوات الأمريكية وكذلك الحكومة العراقية التي قامت بتجهيز وتدريب كثير من هذه الميليشيات. إذن نحن نتكلم عن سيطرة كبيرة جدا لهذه الميليشيات على المشهد الأمني وعلى المشهد العسكري في العراق، وبالتالي أصبحت هي المتحكم في مجريات الأمور في العراق سواء أمنيا أو سياسيا. وأعتقد بأن الفترة المقبلة سنشهد لهذه الميليشيات سطوة كبيرة جدا على المشهد السياسي بعد أن انتهى مسألة زوال تنظيم الدولة، بعد أن أعلن استعادة كافة المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم. أصبحت هذه الميليشيات أصبحت لا حاجة لها في العراق، ويجب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل حزيران عام 2014. ولكن ما يجري الآن من عملية دمج هذه المؤسسات أو هذه الميليشيات مع مؤسسات الدولة الأمنية، أعتقد بأن ستكون فيها كارثة كبيرة جدا في الفترة المقبلة. نعم سيادة العقيد، حكومة بغداد يعني دائما ما تقول بأنها صرفت الملايين والمليارات على الموضوع الأمني في العراق، ماذا قدمت هذه الملايين للحالة الأمنية في العراق؟ نعم، أنا أعتقد بأن هذه الأموال التي قدمت هي جزء من منظومة الفساد التي استشرت في العراق بشكل كبير جدا. يعني عندما نتكلم عن أجهزة لكشف المتفجرات، هذه الأجهزة لا تعمل، هذه الأجهزة تعمل على كشف بعض الأشياء التي لا تبت إلى التفجيرات بصلة، هذه الأجهزة فشلت في أنها تقوم بعملية كشف لأي متفجر في الفترة السابقة بما فيها العجلات الربسكان وما إلى ذلك من أمور، وهذا الجهاز الذي يستخدم قبل الأشخاص في السيطرات فشلت فشلا ذريعا في تسويق هذه الأجهزة التي قالت الحكومة العراقية بأن هذه الأجهزة في بدايتها بأنها صالحة وأنها جيدة، وأنها تعاقدت مع شركة بريطانية لغرض أن تقوم بعملية التصنيع هذه الأجهزة، ولكن هذه الأجهزة هي جزء من منظومة فساد متكاملة في العراق تعمل، من ضمنها الأجهزة الأمنية. جميع الأموال التي صرفت سواء في مجال الكهرباء أو في مجال الخدمات هي جزء أيضا هناك صرف في مجال الأمن وفي مجال تطوير البنية العسكرية والأمنية للأجهزة الحكومية، وبالتالي هناك كثير من هذه التجهيزات تم شرائها من خلال اتفاقات وصفقات مشبوهة كانت فيها أجندة خاصة نفذت من قبل كثير من الشخصيات الذين لم يطالهم الحساب لحد هذه اللحظة. أنا أعتقد بأنه من أمن الحساب أساء التصرف، وبالتالي المنظومة العراقية لحد هذه اللحظة منذ عام 2003 إلى اليوم تعاني معاناة كبيرة جدا من الفساد الذي استشرى في الأجهزة الأمنية وفي الأجهزة العسكرية وفي الأجهزة الخدمية، وذلك بسبب غياب المراقبة، غياب المحاسبة، وهذا ما وصلنا إليه، بحيث العراق يستورد أكثر من 100 سيارة ربسكان وهذه السيارات لم تستخدم لحد هذه اللحظة. حتى بعد التفجيرات التي حدثت في الكرادة وما إلى ذلك تم قالوا بأنه توجد هناك عجلات، وهناك عجلات جيدة يمكن أن تستخدم في السيطرات الرئيسية، ولكن لحد هذه اللحظة لم نرى تفعيل لهذه العجلات التي استخدمت. يعني إذن هي جزء من منظومة فساد متكاملة. نعم، في يعني مع اللصوص التي رأيناها في 2017 أو التي لا نزال نراها حتى اليومين القادمين، سيادة العقيد برأيك 2018 بماذا سيكون، ماذا سيكون المشهد الأمني؟ هل هناك من مبشرات من الممكن أن نقول بأن الأمن في العراق سيعود إلى نقطة جيدة، يستطيع المواطن العراقي التنعم بأمن في العراق؟
نعم، أنا أعتقد بأنه الوضع في العراق هو سيء جدا حقيقة، خاصة في المناطق التي كانت فيها عمليات عسكرية في الفترة السابقة. الحكومة عاجزة عجز اقتصادي كبير جدا وغير قادرة على تقديم أي شيء للمواطنين في الفترة المقبلة. هناك عملية سيطرة تامة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي على المشهد الأمني والمشهد السياسي في العراق، والدولة غير قادرة أو الحكومة غير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات أو عملية حصر السلاح بيد الدولة كما يقولون، وأن الحكومة هي أضعف من أن تقوم بمواجهة لهذه الميليشيات في الفترة المقبلة. إذا نحن أمام استحقاقات كبيرة جدا في الفترة المقبلة. أولا تنظيم الدولة، أنا أعتقد بأنه انتقل من العمل العسكري إلى العمل الأمني في الفترة المقبلة، وأعتقد بأن هناك كثير من العمليات التي تنفذ الآن سواء في كركوك أو سواء في مناطق حدودية في العراق هي تعطي صورة ودلالة واضحة على أن المشهد العراقي لن يتغير كثيرا في عام 2018. العقيد الركن حاتم الفلاحي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة اسطنبول التركية، شكرا جزيلا لك.